بدايتك مع القرآن؟ بدايتي مع القرآن كانت أستاذي في الصف السادس الابتدائي جزاه الله عني خيرا، هو الذي أخذني إلى مسجد زيد بن ثابت كما ذكرت لك عند الشيخ عبد الكريم الرفاعي رحمه الله، فهو الذي وجهني وهو الذي أخذني إلى شيخنا الشيخ محي الدين الكردي، وهو الذي ما شاء أخذني الله. إلى شيخنا الشيخ محمد سكر، وهو الذي أخذني إلى الشيخ حسين خطاب رحمه الله، كان شيخ القراء في الشام، لنصلي عند هؤلاء الثلاثة الأعلام التراويح ونسلم عليهم بعد الصلاة، ويذكر لي من أوصافهم وأنهم يحملون القرآن بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا بالنسبة لي شيء غريب. ومن الطرائف أن أستاذي هذا قلت له مرة وأنا في الصف السادس الابتدائي، قلت له يا أستاذ يعني أنا لو حفظت القرآن الكريم كله قل يا أيها الكافرون لا أظن أنني أحفظها، فقال لي ولما؟ قلت له يعني ساعة لا أعبد ما تعبدون، ساعة لا أنتم عابدون ما أعبد، يعني تجعل الإنسان يعني يغلط بينها، فتبسم وقال إن شاء الله بتحفظ القرآن وبتحفظ قل يا أيها الكافرون، والظاهر أنها كانت ساعة إجابة. أي نعم.